في مستوصف صغير بمنطقة الفيوش شمال عدن جرت عملية خطيرة لمواطن مصاب بأحد أمراض الكلى، صارت من غرائب الظواهر الطبية بعد نجاحها. كانت العملية يعني تحدي، لكن بعون من الله سبحانه وتعالى أجرينا العملية، وطبعا بأدواتنا الجراحية وأجهزتنا الجراحية المتواضعة، وتمت العملية بنجاح واستخرجنا الحصوة، وكان هدفنا ألا تحصل أي مضاعفات للمريض من العملية الجراحية، وبحمد من الله وبعون من الله لم تحدث أي مضاعفات للمريض. حصاة بحجم 800 جرام خرجت من مثانة المواطن عبيد محسن ليسجل ثاني أكبر حصاة في العالم، ولقصة عبيد ما يعكس الأزمة الصحية في البلد، إذ يعاني منذ عام دون أن يجد مستشفى حكومي ولا منحة علاجية كأحد جنود المقاومة والجيش الوطني في الضالع. كنت أعاني من هذا الحصوة عن أشهر، بعدها رحت إلى مستوصف بالضالع فحصنوا لي هذا الفحص فاكتشفوا الحصوة هذه. تنافس اليمن على المستويات الدنيا في كافة مجالات الحياة، وها هي تنافس كسخرية للأقدار على أكبر حصاة في العالم، ولعل خروج الجسم الغريب من جسد عبيد يمثل أملا لخروج المعضلات الشبيهة من جسد البلاد. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.